آسيا الشاشة واضحة ما هيك؟ واضحة. بس بالتسجيل يلا رح نبلش نحن. يلا السلام عليكم. طبعا رح نكمل نحن محاضرتنا، محاضرة ارتفاع التوتر الشرياني وأدوية ارتفاع التوتر الشرياني. طبعا بنرحب كمان بطلاب السنة الرابعة، المحاضرة كمان مطلوبة لهم وأنا أكدت عليهم الشيء هذا. نحن أخذنا المحاضرة بالقسم الأول للسنة الخامسة وعطيناها بالسنة الرابعة بالجامعة، ووصلنا لنفس السلايدات تقريبا، ما صار عنا أي زيادة أو نقصان. طبعا كمان أنا بدي أقدم شكر لفريق نبض بشراس اسماعيل يعني، والطلاب السنة الثانية الله يعطيهم العافية اللي عم ينسقونا محاضرات القلبية هالسنة هاي، بالإضافة إلى محاضرات الكلية. مشكورين طلاب السنة الثانية على التعاون اللي اشتغلوا معنا. نحن في بس آسيا آخر سلايد وين كان عندكم بالسنة الخامسة؟ هلا يمكن كنا عم نتابع بالمحاضرة بتذكر. بعرف بالمحاضرة. آخر شيء عند حاصرات بيتا. عند حاصرات بيتا. إيه تمام. يلا حاصرات بيتا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هاي حاصرات بيتا. طبعا احنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أدوية ارتفاع التوتر الشرياني، حكينا عن الزمرة الكبيرة، زمرة المدرات، سواء كانت مدرات العروة أو مدرات يزيدية أو مثبطات الأنزيم. مثبطات الأنزيم حكينا عنها، كمان حكينا عن السبينولاكتون. حاليا رح نبلش بالصف الثاني وهو الصف الأهم، وهي حاصرات مستقبلات بيتا. طبعا مستقبلات بيتا، لما بقول مستقبلات بيتا رح نقول بيتا واحد، بيتا واحد المتوضعة في كامل أجزاء العضلة القلبية. طبعا في عنا بيتا واحد موجودة في الاس آ نود، في عنا بيتا واحد أيضا موجودة بالآ في نود، في عنا بيتا موجودة في كامل الألياف وعلى مستوى ألياف بوركنجي. طبعا أنا لما بسوي تحفيز لبيتا معناته أنا رح أزيد الريت، بالتالي رح أزيد الناقلية يعني رح أزيد التوصيل الكونجكشن، بالتالي رح أزيد التقلصية، بالتالي رح أزيد نتاج القلب. فأنا لما بدي أعطي قافل مستقبل أو حاصر بيتا بلاكر، بالتالي رح أأثر على الخصائص الثلاثي لمستقبلات بيتا. طبعا مستقبلات بيتا ممكن تكون بيتا غير انتقائية نون سيلكتيف، تقفل بيتا واحد وبيتا اثنين. طبعا بيتا اثنين موجودة على مستوى الرئة، موجودة على القصبات بالتحديد، لذلك لازم أنا أكون ذكي في اختيار الدواء المناسب في حالة الأمراض الرئوية. فأنا إذا سوي بيعطي حاصر بيتا لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني ومريض عنده أي إصابة قصبية رئوية، أي مرض رئوي سواء كان تشنج قصبي، فبعتبره هذا مضاد استطباب. طبعا في خلافات أن المضاد استطباب مطلق ولا نسبي، لكن راح أعتمد حاليا لطلابنا أي مشكلة حادة تشنجية على مستوى القصبات تعتبر مضاد استطباب مطلق، خاصة عند مرضى الربو والسي او بي دي. طبعا بيتا أيضا لما بسوي بلاكر للبيتا رح سبب انخفاض في السكر، لأنه البيتا تم تحرر الجلايكوجين من الكبد، بالتالي تم تشكيل الجلوكوز، فهذا يؤدي إلى انخفاض في السكر. بيتا سيلكتيف بيتا واحد موجودة بالتحديد في العضلة القلبية. لازم أعرف الأصناف، شو هي بيتا واحد وشو هي بيتا اثنين وشو حاصر ألفا وبيتا، ولازم أعرف هالدواء هاد اسمه العلمي، ما هي آثاره الجانبية، ما هو استطبابه، ما هو مضاد استطبابه بالتفصيل. لذلك ركزنا على طلاب السنة الرابعة بالتحديد إنه بيركزوا لي على أدوية بيتا، لأنه رح أجيب لهم مسائل سريرية في علاج ارتفاع التوتر الشرياني لدواء في له استطباب ممتاز، في له مضاد استطباب حيطلك يا هيك يعني
خط واضح انه هالدواء هذا هارم ممنوع تقرب عليه. لذلك اتمنى انه تركزوا على بيتا. طبعا حصرات بيتا الانتقائيه في عنا الاتينيلول، ميتوبرولول، اسيبيتولول والازمالول. اما بيتا نون سيلكتيف بروبرنالول، بندالول، نادولول. في عنا حاصر الفا وبيتا كارفيديلول. رح ناخذ كل دواء بالتفصيل. يا ريت ننتبه لشغله واحده، انه الاستطباب المطلق لحاصر بيتا سواء كان سيلكتيف او نون سيلكتيف مضاد استطباب اساسي في قصور القلب الحاد والامراض الوعائيه المحيطيه. يعني اذا كان في عندي اعراج متقطع، لانه بيتا واحد تكسر لك المعاوضه اذا كان في عندك قصور قلب حاد خافضه للضغط بقوه. لذلك بننتبه على هالموضوع هذا. راح نبلش بالادويه بالترتيب. طبعاً نحن لازم نعرف الاستعمال الرئيسي لحاصر بيتا. حاصر بيتا فعالية جداً في ارتفاع التوتر الشرياني عند زمرة معينة من المرضى وعلى رأسهم المرضى البيض والشباب، بالمقارنة مع مرضى السود والمسنين. وهالشي هذا حكيناه في المحاضرة السابقة، إنه بيتا بيبيض الوش عند الشباب والمرضى البيض، بينما الايس والاربس بيبيض الوش عند المتقدمين في الاعمار والسود بالتحديد. حاصر بيتا ذو استعمال رئيسي في قصور القلب الاحتقاني. ونحن ركزنا او رح نركز ايضا لطلاب السنه الرابعه في علاج قصور القلب، ما هو استعمال حاصر بيتا، شو هو الخط الرئيسي لحاصر بيتا قصور القلب الاحتقاني المزمن. لكن هي مضاد الاستطباب، برجعوا في قصور القلب الحاد من آثارها الجانبية إنه بتخفض السكر، وآثارها الجانبية لازم نركز على مرضى الربو والسي أو بي دي. طيب الاستطبابات الرئيسية، إذا كان في عندك اضطراب نظم تسارعية إس في تي، قصور قلب مزمن، احتشاء عضلة قلبية، أنجينا، صداع نصفي، ميجرين، فهذا استطباب رئيسي لحاصر بيتا. بالمفهوم العام لما أخذنا اضطرابات النظم فوق البطينية الـ SVT على كل أصنافها، فأنا قلت أول شيء أنا بدي أضبط الريت، لازم أخفف السرعة. فضابطات الريت أول دواج حطينا بيتا بلوكر. كان بالك إذا كان عندك تسرع قلب جيبي أو SVT أو VNRT أو VRT رجفان رفرفة ومريض ارتفاع توتر شرياني، تعتبر كلاس 1 حاصر بيتا لهالموضوع هذا. لذلك لما بيجيك أي سؤال اضطراب نظم فوق بطيني، قلنا لك خلينا نعالجه لطلاب السنة الرابعة، تعطيني حاصر بيتا. طب إذا دفت في المسألة السريرية إنه مريضك عنده ارتفاع توتر شرياني، ما هو الدواء الكلاس 1 اللي حاصر بيتا أساسي؟ قصور القلب المزمن كان في خلاف إن استعمال حاصرات بيتا في علاج قصور القلب المزمن حتى عام 1982، لكن الموضوع لاحظوا في دراسات كبيرة، حكيت الموضوع في أكثر من سياق، إنه حاصر بيتا بيحافظ على جغرافية العضلة القلبية، بيحافظ على أجواف العضلة القلبية، لذلك تعتبر كخط رئيسي في علاج قصور القلب المزمن. فما بالك إذا كان قصور القلب المزمن وعنده ارتفاع توتر شرياني. جيد جدا. أنجينا، أي مريض بنقبله في العناية وعنده ألم صدري، أول علاج حاصر بيتا لنشوف شو استطباباته. صداع النصفي، في كثير من مرضانا خاصة مرضى العصبية بيروح عن أطباء العصبية بتلاقوا ضمن الوصفة في دواء أنديرال. ونحن بنعرف الميجرين الشقيقة في إلها تشنج وعائي وتقبض وعائي على مرحلتين، فحاصر بيتا موسعة وعائية بتريح لك الصداع الشقيقة. طيب ما هي التأثيرات الغير مرغوبة، التأثيرات الجانبية؟ حاصر بيتا بيسبب لك شوية عنانة، عجز جنسي، بطء قلب أكيد، وهن، تعب، أحيانا مريضك ما بيتحمل الدواء، هبوط ضغط. لذلك حاصر بيتا ننتبه عليه لما يكون في عندي انخفاض ضغط تحت 10، بالإضافة إلى نقص الـ HDL الكوليسترول البوزيتيف الإيجابي يعني الجيد، ممكن يسبب لك نقص فيه. بهذا لازم أسوي تحاليل ومعايرة الكوليسترول وبأصنافه الثلاث في مراحل متقدمة كل فترات زمنية.
حاصر بيتا جيدة في خناق صدر واحتشال العضلة القلبية. طب مضادات الاستطباب رح نحكيها وهذا بطلبكم فيها، الربو، بطء القلب، تحسس، سكري، معلم سكري نسبيا، وسي او بي دي. طبعا في مقارنة ما بين حاصرات ألفا وحاصرات بيتا في الجدول، ما بهمكن هالجدول هذا لطلابنا كلياته. خلصنا حاصرات بيتا كتصنيفات اللي عرفناهن. فأنا قلت لما بسوي معالجة لمريض عنده ارتفاع توتر شرياني ممكن أخذ خط الأول اللي حكينا هي المدرات، خط الأول ممكن نعتبره الإيس، خط الأول ممكن نعتبره بيتا بكر. طب فيني أشارك خط ثاني، شارك خط ثاني ما بين دوائين من الخط الأول؟ طبعا هاي دراسة، هي دراسة، لكن في دراسات بتقول لك أنا فيني عالج ارتفاع التوتر الشرياني في دواء واحد، في دواء واحد من خط الأول أصناف اللي حكيناها كلها بجرعة، وراقب مريضي على مدة شهرين ممكن أزيد الجرعة بشكل تدريجي حتى وصل للجرعة العظمى. ما استجاب ممكن أدخل خط ثاني، أدخل ما بين دوائين. لكن رح أذكر في نهاية المحاضرة، رح أذكر في نهاية المحاضرة جدول بهم انك كيف الداخل بين الادويه ما بين بعضها البعض، وهي بتهمك اكثر شيء. طبعا الخط الثالث حاصرات الفا، حالات الودي والموسعات الوعائيه. طبعا بشكل عام الخط الثالث تعتبر خط وريدي، خط مركزي يعني، بنعتبرها بنستعملها في علاج الاكيوت، في العلاج الاسعافي بالتحديد، راح نتحدث عليها في نهايه المحاضره. طبعا هذا جدول كمان انا اعطيته للسنه الرابعه. دكتور عندك الشاشه فصلت، اذا ترجع بتوصل. والله لازم انا باي سلايد انتو يا شباب؟ نحن ما في عندنا شاشه. خسر. طيب هلا هيك باي سلايد؟ ما بينت. ما بينت. طيب هيك واضحه الشاشه؟ لا دكتور. طيب ارجع اطلع شوي دكتور. بدك ترجع تدخل على المنصه وتشارك. بسيطه شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نرجع نشارك. الشاشة أعطوني. هي مش الحال. طيب طبعا هي حكينا عن الأثار غير المرغوبة، عم تخلب عنكم الشاشة، واضحة ما هيك؟ أي واضحة. تمام. من هاي تصنيفات الخط الأول والثاني والثالث، هذا جدول هيك حطيته بس مشان نشوف المقارنة بين المدرات بأنواعها الثلاث. يعني هاي حاصرات بيتا جدول في الاستعمالات السريرية والتأثيرات الغير مرغوبة ومضادات الاستطباب، جمعناهم بجدول كامل. هذا بهمكم أكثر شيء لكل طلابنا، ريت بنركز عليه، طلاب السنة الخامسة بالتحديد كمان بتركزوا عليه، لأنه أسئلتكم بتكون أسئلة قليلة بالمقارنة مع السنة الرابعة. هي حاصرات بيتا، بتمنى أنه تحفظوا لي الأسماء بشكل جيد، والاستطباب ومضاد الاستطباب. السلايد واضح على الإيس، ما هيك يا شباب؟ صح دكتور، بس في استطباب مهم يمكن ما انتبهت أنه مذكور، تسلخ الأبهر لحاصرات بيتا. نعم في استطباب ما كان مذكور انه تسلخ الابهر الخط الاول اللي حاصر بالتا. نعتبره خط اول اساسي في علاج تسلخ الابهر. لكن انا عم بعطيك علاج علاج ارتفاع توتر شرياني بالتحديد بصراحه. التسلخ الابهر كمحاضره هيك مستقله عن الموضوع هذا. بس ركزوا لي على السلايدات اللي انا بطالبكم فيها. بنجي على الايس الار سي اي، الادويه المضاده للانجيوتنسين. طبعا في عندي الادويه
مثبطات الانزيم المحول للانجيوتنسين اي سي انهبيتورز مسؤوله عن تثبيط تحويل انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. طبعا نحن بنعرف شو هو سيستم الراس بالتحديد, شو هو سيستم الراس, رينين انجيوتنسين الدسترون سيستم. طبعا بنعرف الرينين بيفرز من الكليه من خلايا جانب الكوبيبيه الموجوده في الجهاز جانب الجلوميرال, يعني الرينين بيحول طريقة الأنجوتنسين إلى أنجوتنسين واحد المفرز من الكبد. طريقة الأنجوتنسين, أنجوتنسين واحد يتحول إلى 2 عن طريق الـ ACE الأنزيم, هذا الأنزيم الذي يفرز من الرئة. أنجوتنسين واحد يتحول لأنجوتنسين 2 عن طريق الـ ACE. فأنا لازم أثبط ACE, بالتالي أستعمل الأدوية المشهورة. طبعا الرينين بحد ذاته ليس رافع للضغط, لكن الانجوتنسين هو الرافع للضغط وبيأثر على الشريان الكلوي او الشريين الوارد الافرنت ارتريول, بالتالي هو بيقبضه. فانا لازم اثبط الانزيم بالتالي اخفض الضغط. في عندنا حاصرات المستقبل وهو نوعي اكثر نوع الاربس تتنافس على المستقبل وليس تشتغل على الانزيم. فعنا مثبطات الرينين, مثبطات الرينين تعمل على تحويل أنجيوتنسين واحد الأنجيوتنسين, يعني الأنجيوتين طالية الأنجيوتنسين إلى أنجيوتنسين واحد راح نحكي عليها. طبعا يعتبر الأنجيوتنسين 2 من أقوى المقبضات الوعائية, بالتالي هو رافع للضغط, فأنا لازم أثبطه بهالسيستم هذا الواضح قدامكم المفرز من الرينين وانت ماشي. أيضا الأنجيوتنسين لما أقول الرأس الأنجيوتنسين يزيد من تأثير الألدسترون, ونحن بنعرف الألدسترون المفرز من الوطاء هو عبارة عن هرمون حابس للماء والصوديوم. يعني بنعرف الألدسترون بيفتح بوابات على مستوى الكوليكتين تبيول, بالتالي بيزيد من سحب الماء والصوديوم باعتبار ان الصوديوم انسحب رف جر معه الماء, بالتالي زاد عندي الحجم, بالتالي صار عندي ارتفاع توتر شرياني. فالأنجوتنسين الأنزيم هذا أنا فيني أثبطه بالتالي أخفف من تأثير الألدسترون. أيضا تأثيرات المضادة للأنجيوتنسين على مستوى خافضة الضغط, كيف تعمل هالأدوية هاي؟ على مستوى الأوعية سبب ارتخاء الألياف العضلية الملساء في الوعاء, بالتالي توسع الشريين والوريد على حد السواء, بالتالي تنقص المقاومة الوعائية المحيطية, هذا يؤدي إلى انخفاض في التوتر الشرياني. على مستوى الكلية مثل ما قلنا تثبط من إفراز الألدسترون, بالتالي تزيد من الإضرار عن طريق طرح الصوديوم وسحب الماء معه, بالتالي يزيد من الإضرار وتخفض الضغط تنقص الحجم بالتحديد. على مستوى القلب تثبط يتجلى تأثيره بتثبيط تحرير النور بنفرين, أي تنقص نتاج الجملة الودية, بالتالي تنقص من حجم الضربة stroke volume والheart rate, بالتالي تنقص من النتاج. فتأثيرها موسع وعائي, تأثيرها على الألدسترون, وأيضا تأثيرها على تثبيط النور أدرينالين الذي يؤدي إلى نقص في الكارديك أوتبوت, بالتالي تنقص من النتاج. وهي الصورة توضح كيف أنا بثبط الأنزيم والرينين بحد ذاته كيف أخفض الضغط. ياريت أركز بشكل جيد على آلية تأثير الإيس على مستوى كل جزء بدي, سواء أوعية أو كلية أو قلب. طيب شو هي الاستطبابات اللي لازم أوصفها لما بيكون عندي اختيار لمجموعة الأيس إنهيبيتورز؟ ما هي الاستطبابات؟ تعتبر كخط أول, دائما بركز يا شباب مين هو الخط الأول بكل الأدوية. إمتى اختاريت أنا المدرات؟ إمتى اختاريت أنا الخط الأول للبيتا بلاكر؟ خلينا نشوف الخط الأول الأيس. إذا كان في عندي وجود مضاد استطباب للأدوية السابقة أو مريض عنده عدم فعالية في الخط الأول سواء كان مدرات أو حاصر بيتا, بلجأ للخط الأول أيضا الآخر ألا وهو الإيس. ومثل ما حكينا آلية تأثيرها واضح, إذا تعتبر خط جيد جدا عند مين؟ عند مريض السكري.
حط في بين قوسين سكري أو قصور قلب. هلا صار عندي مريض قصور قلب له خطين جيدين ألا وهو الإيس وبيتا بلاكر بالإضافة إلى الخط الثالث الجيد ألا وهو المودرات. صار عندي مريض عنده سكري خط أول لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني ألا وهو الإيس. أنا بعتبر بيتا بلاكر علاج في مريض السكري هي بتنزل السكر للسوء الحظ، لذلك شوي أتجنبها. لاحظوا تأثيرات الكلاس واحد لمين ومين، ياريت نركز عليها. برجع لكم العرض، راح يكون في عندي عرض كتير للأدوية وخاصة لطلاب السن الرابعة. ركز لي إيش الاستطباب رقم واحد للحالة الموافقة، راح يجيك ضغط مع سكر، ضغط مع قصور قلب انتبه عليه، ضغط مع إصابة وعية محيطية، ضغط مع نقرس مثلا، كل شيء فيه استطباب مضاد استطباب. هيك بتجي أسئلتنا. تبوا شوي، شو هي الأدوية؟ أدوية كتيرة معروفة، أدوية الإيس بكل شيء بينتهي بالريل، مثل الكابتوبريل، كوينابريل، فيزينوبريل، ليزينوبريل، إنالابريل، إنالابريل، بينازابريل. أدوية كتيرة بصراحة. طبعا الدارج الأكثر شيوعا عنا هو الكابتوبريل. الكابتوبريل كان الحجر الزاوية في الإيس، ومن منا لا يعرف الكابوتال في السوق؟ كلنا بنعرف، لازم نعرف استطبابات والمضادات الاستطباب لكل شيء. طبعا احنا ادويه كثير شائعه عنا موجوده هون، كابتوبريل، انالابريل، فيزينوبريل، ليزينوبريل، اغلب الادويه هاي موجوده في الشمال عنا. طبعا مثل ما قلنا اليه التاثير تثبط تحول انجوتنسين 1 الى انجوتنسين 2. في عنا شغلة لازم أركز عليها الكل بيحط في البال، أدوية الإيس تزيد من مستويات البراديكينين، جملة البراديكينين بالتالي بسبب توسع وعائي فبتنزل بتنزل الضغط. لكن هالجملة هاي أنا لما بسوي تحفيز البراديكينين إلى تأثيرات سلبية، إنه تحفيز البراديكينين يسبب لي سعال جاف على مستوى الرئة. لذلك لازم أنتبه للمرضى اللي بيقول لك يا أخي أنا يا حكيم أنا عندي ضغط وعم بتعالج بأدوية خافض الضغط، وعم بروح على دكاترة الصدرية سعال 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 وعم بياخذ أدوية الصادات والتهاب لكني ما عم بستفيد. بتقول للمريض أعطيني لأشوف أدوية الضغط عندك، بتلاحظ بأدوية الضغط في دواء اسمه كابتوبريل أو ليزوبريل. فلازم تعرف إنه هالأدوية هاي رح تسبب تحفيز لتزيد من مستويات البراديكينين، والبراديكينين من آثاره الجانبية يعني بسبب السعال جاف. فأنت ممكن بس تفتح الكيس وتلغي هالدواء هذا، تغيره لدواء آخر غير هالزمرة هاي، ممكن تعطيه أربس ما بيأثر على البراديكينين، ما بيحفزه، بالتالي يذهب السعال وبيكون المريض ممنونك. فهذا أحد التأثيرات الجانبية. إذا شفنا أنه في سعال جاف من التأثيرات غير المرغوبة، هبوط ضغط شرياني يعني ممكن تنزل لك الضغط بقوة. المشكلة كمان لازم أنتبهها أنه ممكن ترفع لك البوتاسيوم هايبركاليمي، لذلك أنا لازم أسوي معايرة بوتاسيوم بشكل دوري لكل مرضى اللي عم يتعالجوا بالإيس. بيجيك مجموعة من المرضى بيقول لك يا حكيم والله في عندي آلام عضلية، وهن عام وتعب، وأنا مريض ضغط ومعالج بهالأدوية هاي. فلازم تنتبه أنه هالدواء هذا رح ينزل لك البوتاسيوم، ستاوي له معايرة بوتاسيوم تلاقي البوتاسيوم تحت 3، فأنا لازم أغيرها أو بعتمد على أدوية أخرى تحفظ البوتاسيوم. ممكن تسبب وذمة وعائية لكن نادرة، قصور كلوي. معلم أنه الإيس تستعمل حتى في القصور الكلوي في المراحل المتقدمة، لكن يمكن تكون عندنا قصور كلوي حاد أو عكوس لما يكون في عندي تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب. انتبه، لما يكون في عندي تضيق في الشريان الكلوي ثنائي الجانب، يعني أنا فيني أستعمل الإيس بأمان لما يكون عندي مريض عنده تضيق شريان كلوي وحادي الجانب. أصلاً لما يكون في عندي قصور كلوي، أو هذا هو القصور كلوي، داء كلوي مزمن، وجماعة السنة الخامسة بيعرف شو هو الداء الكلوي المزمن، أخذوا الكلية، داء كلوي مزمن، وعنده هالمريض ضغط، أصلاً الخط الأول في العلاج هو الإيس بتحافظ على تروية كلوية جيدة وما بتدخل المريض في قصور كلوي متقدم، بتحافظ لك على الكلاس اللي بدك إياه.
فهي استطبابات غير مرغوب فيها، فلازم انتبه فقط اذا كان في عندي تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب شو ابتعد عنه. السلايدات واضحه يا باب مو هيك؟ اي واضحه دكتور. في اذا في اي شيء مش مفهوم محاضره سلسه وسهله خبروني. سنة رابعة عم تسمعوني؟ سنة رابعة دكتور نحن على أي أساس رح نختار الدواء من نفس الزمرة؟ يعني بالقسم بالكابيتوبريل ولا الأينابريل؟ أي واحد، ما في ما في ما في ميزة للدواء على الآخر، لكن إلا في بعض الحالات رح نذكرها في نهاية المحاضرة. لكن أنا إذا كان عندي مريض عنده ارتفاع توتر شرياني أي دواء فيك تختاري، لكن إذا كان عندي ارتفاع توتر شرياني في مع قصور كلوي مثلا بقول لك الدواء المحبب أكثر هو الإنالابريل أو الرامبريل مثلا. هالشي هذا سابق لأوان، ولكن أي دواء ممكن تختاروه هو الدواء الصحيح. طبعا دائما بالنسبة لنا نحن دائما نفضل الجيل الحديث، يعني الكابتوبريل صحيح هو الإيس، لكن جيل قديم في أحدث منه مثلا إينالابريل أو في زينوبريل. لزينوبريل هي الجيل أحدث وبنسجلهم كتير نحن. طيب مضادات الاستطباب لازم تبقى عليها مطلقة، حامل مسوه للجنين وماسخ، يا ريت الكل بيركز على الشيء هذا. لازم تشيل أدوية الإيس لما ما يكون في عندك حامل مع ضغط، مريضك عنده سبب اختفاء توتر شرياني وقالت لك يا حكيم أنا صار عندي حمل وعباخت الأدوية هاي، أعطيني دواكي لأشوف شو عم بيصير معاكي، لازم أغير الدواء، لازم تعطيك دواء جديد. فلما يكون في عندها إيس كابتوبريل إنابريل جريمة يا شباب، انتبهوا عليه. فما بيصير طبيب بيكون عنده عم بيعالج مريض بارتفاع توتر شرياني بالضبط وحامل هالمريض هذا بكتب لي كابتوبريل، هذا هارم، خط أحمر يعني مباشرة ترسب. إرضاع أو تضيق شريان كلوي أرجع بركز عليه ثنائي الجانب وحادي الجانب لا. طيب نجي على الأربس الزمرة الثانية، رح نشوف هلا أسماءهم. تعمل على تثبيط المستقبل مباشرة بشكل تنافسي، بالتالي تعطي نفس تأثيرات الإيس، عدا برجع أركز أنه لا تزيد من مستويات البراديكينين، بالتالي الإيس ما عنده أي مشكلة تأثير جانبي للسعال. فأنا لو بجيني مريض بصير عنده السعال وعم بياخد زمرة الإيس بحاول للأربس اللي ما له تأثير على مستويات البرادكينين. كلمات خفيفة ودقيقة بتوضح لك كيف أنت تسوي مقاربة جيدة لمريضك وتعطيه الدواء المناسب، وبتعرف أنه كيف تبيض وشك لمريض قدام مريضك. شو هي الأدوية؟ في عنا أدوية مشهورة كتير، لوزارتان، هذا الجيل الحديث القديم يعني. في عندي فالزارتان كتير رائع حاليا، كل الأدوية بتلاقوا فالزارتان وصف كتير. ديوفان الاسم العالمي، طبعا هذا الاسم العالمي، كوزار الاسم العالمي، كاندي زارتان، هاي الأدوية أدوية الأربس. إذا كل شيء ريل أدوية الإيس، كل شيء تان عشان ما تنسوها تان أدوية الأربس. طيب تأثيرها إيش بتساوي؟ توسع الشرينات والوريدات كما في الإيس، وتنقص إفراز الألدسترون كما في الإيس، لكن لا تؤثر على جملة البراديكين. أيضا كما في الإيس تنقص الأربس السمية الكلوية للداء السكري، لذلك خط جيد في علاج الداء السكري، خط رائع جدا. وحتى في الدراسات يعني الحديثة لما بيكون عندك مريض ضغط، نحن أخذنا تصنيفات الضغط، حتى قلت لما بيكون عندنا مريض ضغط شريان ارتفاع توتر شرياني درجة أولى فوق 140، لكن لما بيكون مريض سكري أنا بقول 129-130 ضغط، فبنزل الإيس هلأ أو الأربس. فكل مرضانا هلأ اللي عندهم سكري يعني بنلاحظ ضغطهم 13-130، بضيف أنا إيس بجرعة خفيفة، بيقول لك المريض يا حكيم أنا ما عندي ضغط، أنت رح يصير عندك ضغط، أنت مريض سكري رح يصير عندك لاحقا مشاكل كلوية، خليني أسوي لك حماية أعطيك إيس. كل مرضى قصور الكلوي المزمن أو الداء الكلوي المزمن
بنضيف لهم ايس مباشرة مشان نحمي الكلية. طبعا مثل ما قلنا على السعال تأثيرها لا يوجد. طيب ما هي مضادات الاستطباب الحمل؟ ايضا لازم أنتبه إليها بشكل جيد. هاي جملة الايس والابس، في عنا جيل جديد او مو جيل جديد، علاج جديد لتثبيط الرنين مباشرة في دواء اسمه الإسكرينين، مثبط انتقائي للرنين. صراحة أنا ما شفته، ما عالجت التثبيط هذا بشكل مباشر. الإسكرين يثبط الرنين بالتالي يمنع تحول الأنجيوتنسين، يعني أنا ثبطت من البداية. فعالية تنفس فعالية الإيس والأربس، ممكن يشارك ما بينهما. يعني الدواء يعني أنا للأمانة لما أستعمله للأمانة. تأثيراته بالنسبة للسعال والوزن الوعائية قليلة بالمقارنة مع الإيس والأربس. مضادات استطباب الحمل، طبعا حاليا الأدوية دائما تشارك ما بين بعضها البعض، حتى مو إنه بيكونوا مثلا علبتين بجنب بعض بتشاركوا الارتفاعات، لا، حتى الحبة فيها نفس الدواء من تركيبين، فهاي مشاركات كبيرة. فممكن تستعمل مشاركة مع الفالزارتان الارس مع الإلسكرين، أيضا ممكن تستعملها مع بعض. ممكن تستعمل مشاركة مع الفالزارتان بحبة واحدة مع المدرات مثلا هيدروكلوريتيازيد، وعندك خطوط وأدوية يعني أصناف كثيرة في علاج ارتفاع الضغط. هاي جملة الإيس والأربس ما في خلاف عليها. أي سؤال على الإيس والأربس؟ طلابنا الرابعة في شيء خلاف؟ أو ما بيطلع لكم صوت؟ سلايدات واضحة مواسية؟ ايه دكتور روحي؟ تمام. دبس وينك دبس؟ موجود ولا لا؟ موجود دكتور. يا حبيبنا منيح سمعنا صوتك. دكتور؟ اللي؟ طبعا احنا اذا بنقدر اني نعطي الاربس ونتجاوز التاثيرات الجانبيه للايس، ليش من الاساس عم نبلش بوصف الايس بعدين وقت اللي بيصير الاثر الجانبي بنتحول للاربس؟ يا سيدي الكريم، انا ما فيني اقول ليش بنوصف هذا وليش بنوصف هذا. انت بدك تعتمد في علاج ارتفاع التوتر الشياني مو على الدواء بحد ذاته تاثيره الجانبي، احيانا بدك تعتمد على الحاله الماديه للمريض. فانت لما بيجيك مريض مثلا خاسر حاليا في أوضاع الفقر المنتشرة، تجي بتوصف له مثلا الأربس. الأربس في سعر غالي، يعني بتوصف له فالزارتان بلس. فالزارتان بلس سعره 50 ليرة تركي، هذا 50 ليرة تركي فيه 20 حبة، معناته أنت رح توصف له في الشهر ما يعادل 500 ليرة لخاف الضغط واحد، بينما توصف له كابتوبريل سعر 10 ليرات تركي. لذلك بنعتمد مو فقط يعني على نوعية الدواء مباشرة. أنا بصراحة أنا ما كثير بوصف الفالزارتان، يعني الأربس يعني أوصفها بدرجة كبيرة. بشوف الطلاب لما بيجوا شوفونا في العيادة، وأغلب أطباء القلبية فالزارتان بيبتبعوا كثير عن الكابتوبريل ولو أنه كلفوا المرضى. لكن في كونترات بتجينا كلها كابتوبريل، فبنوزعها لمرضانا. مريضك ما يتحمل يعني مريضك ما بس عم بياخد كابتوبريل، عم بياخد أسبرين وكابتوبرين وكلوبيدوغريل، وعم بياخد كالسيوم شانل بلوك. يعني وصفته بحد ذاته كل شهر عندك 1000 ليرة تركي، بصراحة يعني مبلغ هائل. يعني حكيت طيب على المفارقة الاقتصادية كأثر على ضبط الضغط، في بيناتهم تمايز أو أفضلية؟ لا لا لا، الضبط واحد، العلاج واحد، أنت عم تشتغل على جملة واحدة، لكن في نوعية، في مثلا الأجيال الحديثة أكثر ضبطاً يعني تعتبر. بنجي على جملة جديدة هي الكالسيوم شانل بلوك، حاصر قنوات الكالسيوم. طبعاً في لها ثلاث زمر فرعية، في عندك زمرة الدايفينيل ألكيل أمينات، في عندك زمرة البنزو ثيازيبينات، وفي عندك الدايهايدرو برودينات.
أنا ما بدي هالتصنيف هذا، بدي إياك تحفظ التصنيف على الشكل التالي. لازم تحفظ الاسم. في عندك أول زمرة هي زمرة الفيراباميل. الفيراباميل الأوزوبتين معروف هذا الاسم العالمي كالان. في عندك الزمرة الثانية هي الدلتيازيم، رح نقول لك شو استطبابات كل واحدة. والأخيرة عندك أميلودبين، نيفيدبين، فيلودبين، نيكاردبين، هدول أكثر شيء دارجات. النيزولدبين أنا ما استعملته بصراحة، والإزرادبين أيضا ما استعملته، يعني كتير أدوية. لكن أنا بهمني تحفظ التالي، تحفظ الفيراباميل وهي من أول زمرة، زمرة الدايفينيل. من البنزو تحفظ لي الدلتيازيم، ومن زمرة الدايهايدرو تحفظ لي نيفيدبين بهمنا، أميلودبين والفيلودبين، هذول بتحفظوا لي دعون. ناخذ أول زمرة الفيراباميل. فيراباميل، فيراباميل، ومن منا لا يعرف الفيراباميل في علاج الاس في تي؟ من منا ما شاف الفيراباميل لضبط الريت؟ كلياتنا عرفنا وحكينا على الفيراباميل، وعطينا للسنة الرابعة الفيراباميل بشكل كامل. له تأثيرات تأثير قلبي بشكل أساسي، وخاصة في خناق الصدر، في خناق الصدر وضبط الاس في تي. دلتيازيم تأثيراته القلبية الوعائية مركب، يعني هو يعتبر وسط ما بين الفيرابامين والنيفيدبين، قلبي وعائي. لكن الزمرة الأخيرة خلينا نركز عليها، النيفيدبين والأميلودبين، هي تأثيراتها وعائية بشكل رئيسي، لذلك هي المفضلة في علاج ارتفاع التوتر الشرياني. لكن الزمرة الأولى الفيرابامين صحيح خافض للضغط، لكن تأثيراتها مو خافضة، يعني استطباباتها مو في انخفاض الضغط بشكل رئيسي. استطبابها هي حاصرات، هي مثبطات، هي ضابطات للريت، بالتالي تستعمل بشكل جيد في علاج الاس بي تي وخناقات الصدر. لكن إذا أنا بدي أختار من أدوية الكالسيوم شانل بلاك النوعية لخفض الضغط، بختار مين؟ آخر زمرة، ألا وهي أميلودبين. هو دارج كتير أميلودبين، من منا لا يعلم، لا يعرف الأميلودبين النورفاسك مشهور عالميا، أو النيفيدبين وهو موسعات وعائية. فأنا لما بسوي الضبط للضغط بشكل جيد ويعني ممتاز، بأخذ الموسعات ولا أعتمد بشكل رئيسي على أدوية على أدوية الكالسيوم شانل بلاك اللي بتأثر على الريت، بتضبط السرعة، بتساوي تثبيط للعقد، يعني بالتحديد اللي مو للعقد، اللي بتنزل الريت يعني بالتحديد، ولكن هذا تأثيرها على القلب على الضغط قليل، لكن هي مفيدة جدا في علاج خناق الصدر. رح ناخذ التصنيفات اللي بتهمنا حاليا، خلينا نفتح واحد واحد بنشوفها. طبعا بشكل سريع ما رح نركز على موقع التأثير، بتأثر على الياف العضلية المنساء والقلبية أيضا مخططة. آلية تأثيرها، تحصر قنوات الكالسيوم اللي بتعتمد على الفولتاج، ونحن قلنا الكالسيوم في مرحلة إزالة الاستقطاب في المرحلة بيجي الرابعة، يعني فتح قنوات الكالسيوم هي بتقفل القنوات، هاي كالسيوم في النمط L يعني الرابع يعني، فتنقص من تأثير الكالسيوم داخل الخلية، بالتالي تمنع تقلص العضلة القلبية. لكن تأثيرها على الأوعية بسبب ارتخاء، بالتالي عندك توسع الشريانات وتنقص المقاومة الوعائية الكلية. على القلب تنقص القلوصية، تسبب بطء قلب، بالتالي عم نستعملها بشكل علاج جيد في الاس في تي. وانا حتى حكيت للسنة الرابعة لما انا بعالج السوبرا بختار الخط الاول للعلاج، الخط الاول للعلاج السنة الرابعة، حدا يذكرني خط الاول علاج الاس في تي؟ حكيم ادينوزين مناورات، بقول علاج دوائي ما بقول مناورات. خط الأول أدينوزين، لكن الخط الأول أيضا حطيت بجانبو خط بعد الأدينوزين، حطيت بجانبو خط أول كمان اعتبرته، ألا وهو الفيراباميل. لذلك هي بتنقص من القلوصية، بتبطئ القلب. لكن إذا بدنا ننزل الضغط اعتمد على الأدوية الثانية، الأمنودبين، نيكاردبين،
بتوسع الشرينات. خلينا نشوف الخواص. انت انا استعمل الكالسيوم شانل بلاك. طيب تعتبر هي ايضا من الخط الاول، كل الادويه لحد الان خط اول، خط اول كل الادويه، خط ثالث وعائيات، خط ثاني مشاركه ما بين اصناف الخط الاول. هاي القاعده اللي بلشنا فيها. الخط الاول اذا كان عندك وجود مضاد استطباب للادويه السابقه او استعملته لما تعطيني نتيجه، سواء كانت مدرات او حاصرات بيتا او ايس. تمتلك حاصرات الكالسيوم تاثيرا داخليا بانها مدره للصوديوم، لذلك ليس هناك حاجة لإضافة مدر بولي عادة. بالفعل احنا ما بنضيف مدر بولي مع كالسيوم شانل بلاك لأنه هي بتحفز على إدرار الصوديوم. خلينا نشوف استعمالاتها الفعالة. إذا كان في عندك ديابيتس ميليتس السكري، إذا كان في عندك أنجينا كمان تعتبر خط جيد بجانب حاصر بيتا. طبعا حاصر بيتا هي الأساس، لذلك خط أول تعتبر. إذا كان عندك مضاد استطباب للأدوية الماضية السابقة، مريض ربو، أنت ما فيك تضيف بيتا بلاكر، بضيف له كالسيوم شانل بلاك. مريض عنده عرج متقطع، إصابة بريفرال مواعية محيطية فاسكولار ديزيز، ما فيني أضيف حاصر بيتا، لذلك بضيف أدوية للكالسيوم شانل بلاك. طب ميزت أن قصيرة التأثير، لذلك يجب تجنب اعطاء جرعات عاليه من حاصره يجب تجنب اعطاء جرعات عاليه من حاصرات قنوات الكالسيوم قصيره التاثير، يعني الصنف الموسعات بالتحديد، بسبب الذي يسبب خطر من حدوث احتشاء عضله قلبيه لانه بتوسع الاوعيه بشكل زائد وعلى راسها الاملودبين، وممكن تساوي تنبيه قلبي انعكاسي. فيقول لك في حاله يعني لما ترفع مثلا جرعه مثلا أملو دبي لجرعات عالية شوي انتبه عليه، ممكن يسبب لك يعني توسع وعائي على مستوى الشرايين، ممكن يسبب تثبيط انعكاسي على العضلة القلبية بتأثر على الشرايين الإكليلية، بالتالي ممكن تسبب لك احتشاء عضلة قلبية. يستجيب مرضى ارتفاع التوتر الشرايين من العرق الأسود بشكل جيد على الكالسيوم شانل بلاك. يمكن استعمالها عند مرضى قصور الكلية حتى في المراحل المتقدمة. تستعمل بحذر عند المرض مرضى الكبد لما يكون عندك يعني ليفر ديزيز، لأنه هي استقلابها كبدي، لذلك يجب شوي هيك ننتبه عليها. إذن لازم أعرف استطبابات الرئيسية وأعرف شوي عن مضادات الاستطباب. رجاء يا ريت بنركز، وانا حيط لك بجنب هام لكل السنوات. الاملودبين يعني نصف عمره طويل جدا، مستعمله مره واحده. بالعاده حاصرات الكالسيوم عمره صغير، مستعمله الفتره يعني نستعمله جرعات متكرره، مثلا احيانا يعني فواصل كل 8 ساعات، ما بهمك الحكاية. إيش هي التأثيرات غير المرغوب بها؟ النيفيدبين وهي من الموسعات تسرع القلب بشكل انعكاسي لأنه بتنبه الودي، ممكن تسبب لك صداع دوار، أحيانا وذمة في الكاحل، وهي بنشوفها كثير عن مرضانا بصراحة. مجموعة الدايهيدروبريدينات ممكن تسبب لك صداع، كمان جملة يعني مجموعة النيفيدبينات نفسها، تعب، أحيانا دوخة. الفيرباميل والدلتيازين ممكن تسبب لك بوتو قلب، تنقص القلوسية لأنه مضادات الاستطباب، خلينا نحطها في البال، هاي الأهم، يعني تأثيرات غير مرغوب فيها قليلة. قصور قلب اعتقادي، نبتعد كثير عن كالسيوم شانل بلاك في قصور القلب الاعتقادي، موسع يعني خاصة يعني إذا بدأ أقول مثلا جملة نيفيدبين موسعات وعائية، موسعات وعائية بالتالي بسبب انخفاض ضغط يعني مزعج لمرضى قصور القلب. مرضى قصور القلب ما بيتحملوا الكالسيوم شانل بلاك لأنه بالعادة هن بضغط منخفض، فأنت لما بتضيفهم بالتالي بتوسع الأوعية، بتقلل من العود، بالتالي مريضك بيدخل بسكورة قصور القلب، بهدله يعني. الحمل والإرضاع نستعملها، مع علم أنه نعطيها بالحمل لكن مش استطباب مطلق يعني.
وبعد احتشال العضلة القلبية بنخاف من التأثير العكاسي. التأثير العكاسي على السؤال بعد. تفضل. لقل مضادات الاستعمال لقصور القلب كلا إلا بس المبطئة للقلب بشكل عام. بشكل عام كل الأدوية بعد عنها بشكل عام. كل أدوية الكالسيوم بعد عنها. تمام، لأنه حكيم بالكلية أخذنا تصنيف مختلف شوي، فقط حسب مسرعة أو مبطئة للقلب يعني. إيه تماما تماما أكيد. مثلا إذا كان مثلا إذا كان مبطئ متابع على الفيرابامين ما أعرف الشيء هذا، لكن هون هون حط في البال لما يكون عنده قصور قلب الكالسيوم حط أعطاف شوي كلها يده. الحمل والأرضاع بصراحة نحن بنوصفها في حالة الحمل يعني، لكن شوي مع المراقبة يعني ما فيها تأثيرات المشوهات، تعتبر خط سي يعني، يعني مو خط خطير يعني دي، لكن بنحط المريض تحت المراقبة. إذا فشلنا في علاج مثلا مثلا لابيتولول ما حسنا يضبط أو 1200 دوبا ممكن ناخد إضافة كالسيوم شانل بار. هلا بعد احتشال عضلة قلبية أيضا لازم ما بنستعملها لأنه شفنا التأثير العكاسي على الشرايين الإكليلية. الفيرابامين دواء دارج كتير، يعتبر أقل حصرات الكالسيوم انتقائي مش انتقائي، يؤثر على مستوى الخلايا العضلية على مستوى القلب أكثر من الأوعية القلبية مثل ما قلنا. يستعمل، شوف على الاستعمال الفيرابامين، ركز لي على الكلام هذا، في الأنجينا والإسبيتي، حتى ايضا في الميجرين في الشقيقه ما بيهمنا الميجرين، لكن لما يجيك مثلا شوف لما يجيك اس في تي وعنده ارتفاع توتر شرياني ضيف فيرابامي وضيف بيتا بلاكر مثل ما حكينا، خلنا صدق ضيف بيتا بلاكر وضيف فيرابامي، فلاحظنا التآزر ما بينهما، ايضا يشاركان مع بعضهما البعض في علاج هالنوعين من الارتفاع التوتر الشرياني مترافقين مع اس في تي او انجينا. كتير جيد الفيرابامين في العلاجات. الدلتيازي متوسط ما بين هالأدوية هاي، ممكن تأثيره قلبي ووعائي، لذلك أخذ يعني صورة متوسطة ما بينهما بسبب حصارات ما كتير بنركز عليه. النيفيدبين جيل جيد، النيفيدبين يستعمل النيفيدبين بشكل أساسي في علاج ارتفاع التوتر الشرياني الحاد أيضا، يعني مستعمله بشكل كبير لأنه موسع وعائي بشكل رئيسي، حتى ممكن نستعمله حبات تحت لساني بدبين. بالنسبة لي كمان أنا ركزت لكم في المحاضرة أنه شيء بمر عليها السريع لا تركزوا عليه، تداخلات الدوائية ما راح ركز عليها كتير. هاي مجموعة الكالسيوم شانل بلاك سهلة، طبعا نحن تقريبا راح نخلص، طلعنا بس حاصرات ألفا والموسعات. حاصرات ألفا تستعمل حاصرات ألفا من الأدوية أيضا اللي بنقول في علاج ارتفاع التوتر الشرياني، لكن ما تعتبرها كخطوط أولى، كخطوط متأخرة بصراحة. ونحن هالشي هذا بنطبقه لما بيكون عندنا مثلا ارتفاع التوتر الشرياني معند على العلاج. هلا شوفوا شلون بنستعمل الحاصرات، خاصة مشهور عندنا دوكساسازين والتيرازوسين والبرازوسين، يعني هدول مشهورات كتير حاصرات ألفا. تأثيرها على المستقبلات ألفا واحد ما بعد المشبك عصبي طبعا في العضلات المساء والأوعية، تخفض الضغط الشرياني لأنه بتنقص المقاومة الوعائية المحيطية، بتوسع الأوعية الوريدية، بتنقص العود الوريدي، بتنقص إنتاج القلبي لكن بشكل خفيف مقارنة مع بيتا بلاكر. يعني إذا تأثيرها وعائي بنعرف إنه ألفا واحد موجودة على الأوعية وخاصة أوعية العضلات الملساء، طبعا موجودة أيضا في المثانة، لذلك لها دور كبير في علاج البروستات. دوكساسازين من الأدوية المشهورة الكاردورا، معروف الكاردورا بالتجاري، ترازوسين والبرازوسين، هاي أدوية. إذا على الملساء أهم شيء بتوسع الأوعية، بتنقص المقاومة الوعائية المحيطية البي في آر، ممكن سبب هبوط ضغط انتصابي، ممكن تسرع القلب، دوار، اضطرابات جنسية مشهورة جدا عن حاصرات ألفية، بسوي لك تطبيط القذف، حتى قذف راجع ممكن سبب يعني. وأطباء البولية لما بصير عندنا مريض عنده ارتفاع ضغط وبيوصفه حاصر ألفا
دائما بيبعتونا استشارات ما رايكم دائما فضلكم لهالمريض هذا ممكن يسبب لك هبوط ضغط انتصابي بسرع القلب بشكل انعكاسي اوصف ولا ما اوصف ضيف لي شيء ولا لا طبعا ما راح احكي على كل الادويه راح احكي على برازوسين هو المشهور كثير اذا يستعمل في حاله ارتفاع الضغط الشرياني الخفيف او المعتدله او حتى الشديده ممكن نشاركه مع بيتا بلوكر او مع اي مدرات يعتبر تسرع القلب الانعكاسي تالي له من الاعراض الغير مرغوبه به لذلك مش ما بيصير عندنا تسرع قلب الانعكاسي انا ممكن ادخله مع حاصر بيتا ممكن اشاركه مع احد المدرات مشان ما افقد كتير تاثير حابس للماء يعني مشان ما اتجنب الحاله هاي يزداد معدل حدوث قصور القلب الاحتقاني عند استعمال برازوسين بالمقارنة مع مدرات يازيدية الحكي هذا يعني بس أركز عليه ما بحيط لك إياهم بخطوط يعني عريضة إمتى بستعمله الدواء اللي لازم أحطه في البال كمان دواء هام جدا يعني وكلاتنا لازم نعرفه ألفا ميثيل دوبا ميثيل دوبا ألفا طبعا هو ناقل عصبي وهمي الشوهمي يستقلب مركزيا الى الميثيل نور ابنفرين ينقص من التنبيه الودي بالتالي اذا يعني اذا كان عندي انقص من النور ابرفنيل يعني نور ادرينالين بالتالي سوى تثبيط على المستقبل العضله القلبيه بالتالي اثر على الودي بالتالي خفض الضغط هي اليته كما انه يعمل كمنبه لمستقبلات الفا 2 طبعا الفا 2 الفا 2 الفا 2 الفا 2 مين بيقول لي وين الالفا 2 موجودات على العصبون قبل المشبك احسنت موجود على العصبون ما قبل المشبك نحن بنعرف انه النهايات العصبيه الاند نيرف تفرز النور ادرينالين والادرينالين لكن نور ادرينالين بشكل اساسي والنور ادرينالين ادى الى تاثيراته الوديه بالتالي لما بيرتفع النور أدرينالين تراكيزه فبيسوي لي فيدباكس يعني تطبيط راجع يعني يأثر على الألفا 2 الموجودة على المشبك بالتالي ألفا 2 تسوي ريليزنج تحرير بتأثر على النهاية العصبية إلا خففي من إفراز النور أدرينالين بالتالي تخفض الضغط ينقص المقاومة الوعائية المحيطية والضغط الشرياني بينما لا يحدث أي تبدل في نتاج القلب والجريان الدموي لأنه تأثيره عصبي بشكل عام وليس وعائي ممكن نستعملها في حالة قصور الكلية لكن شوف الاستعمال الرئيسي عند مين؟ عند الحوامل فكتير أطباء النسائية لما يكون عندهم مرضى ضغط يوصفوا الألفا ميثيل دوبا مشهور بالسوق ديبوجيت أكيد طلاب السنة الخامسة بتعرفوا الديبوجيت ما هيك؟ باكر معي ولا مانك معي؟ مين بيعرف الديبوجيت؟ هاتوا لنشوف ألفا ميثيل دوبا سمعيني يا شباب هلا هلا حكيم ايه معروف ديبوجيت ديبوجيت لا ايش بنستعمله عند الحوامل خفض الضغط عند الحوامل طيب عند الحوامل طبعا هو خفض ضغط بيعتبروه سيلكتيف مرضى نسائيه مشان امن يعني عند الحوامل لكن هل هو يعتبر ارتفاع اللي بقول مثلا إذا حامل وعنده ارتفاع توتر شرياني يعتبر الألفا ميثيل دوبا هو السيلكتيف الأساسي النوعي الأكثر في الأثينيلول حكيم وفي السلفات المغنيسيوم الأثينيلول أثينيلول مين معي؟ أنا عبد كريم حكيم عبد كريم قجي أهلين عبد أثينيلول يعتبر مضاد استطباب مطلق للحوامل مو الأثينيلول اللابيتيلولول ايه مظبوط اللابيتيلول لكن اللابيتيلول وريدي يعتبر في علاج ارتفاع التوتر الشرياني الاسعافي وريدي حاليا هلا نحن رح نعتبر الفا ميثيل دوبا هو لكم هو الخط الاول
لحامل. لكن حاليا بصراحه الهيدرالايزين واللابيتولول يعتبر هو الخط الاول، خاصه الهيدرالايزين هو الخط الاول في علاج ارتفاع التوتر الشرعي عند الحامل. لكن الك حفاظ الفمتيل دوبا. بالزمرة الثالثة والأخيرة هي زمرة الموسعات الوعائية. خلصنا من الصف الأول كاملا. خلينا نشوف الزمرات الموسعات الوعائية. هيدرالايزين، النيتروبريسيد الصوديوم، الديازوكسيد، مينوكسيدي، والفينودبام. هاي الأدوية رح ناخذ نحن صنفين منهم الشائعات كثيرة، الهيدرالايزين والنيتروبريسيد الصوديوم. طبعا آلية تأثيرها الشاشة واضحة يا شباب، بس دقيقة. ايه واضحة دكتور؟ مش واضحة عندي، دقيقة شوي اشوف الشاشة. الشاشة وين عم تكون هلا واضحة؟ عند آلية التأثير. بهيك ما اختلف شيء. اختلف صورة التأثير على الجملة القلبية الوعائي. جميل لكن ماشي حال الشاشة راحت ورجعت عندي. طيب التأثيرات الأساسية عم بتأثر العضلات الملساء الوعائية، تسبب ارتخاف العضلات الملساء بشكل مباشر، بتوسع هالأوعية الدموية بشكل سريع، بالتالي بيصير لك انخفاض من الضغط. طيب كيف بتخفض الضغط؟ يعني آليات كثيرة. النترات معروفة النيتروغليسرين تزيد من إنتاج الـ NO نيتريك أكسايد، بتوسع وعائي. هاي جملة أولى. يعني الهيدرالايزين بدي اياها تحفظ لي، هذا موسع وعائي مباشره، بيضبط اقنيه الكالسيوم. تحفظ لي بس الجملتين هدول اذا لكل السنوات الاليه. اذا اليات الموسعات الوعائيه، موسع وعائي بالنسبه للمجموعه اللينترال نيتروبروسيد، يعني سواء مثلا مونونيترات او نيتروغليسرين بحد ذاته، تنتج النيتريك أكسايد الأنزيم، هذا بيوسع الأوعية. الهيدرالايزين بيثبط قنوات الكالسيوم. فهي بتسبب لك فازو دايليشن، بتوسع الأوعية، بتنقص المقاومة الوعائية الكلية TVR. ممكن تسوي تنبيه انعكاسي على العضلة القلبية، بالتالي زيادة في القلوصية، بتزيد النتاج، بتزيد نظم القلب، بتزيد من حاجة العضلة القلبية للأكسجين. فممكن سبب تسرع حدود خناق صدر أو احتشاء عضلة قلبية أو قصور قلب حاد عند الأشخاص اللي عندهم استعداد لهالشيء. ممكن تحبس الصوديوم أيضا والماء، ما بيهمنا كثير، بيهمنا الأدوية. الهيدرالايزين، خلينا نشوف الهيدرالايزين. الهيدرالايزين هو عبارة عن موسع وعائي، وخاصة على مستوى الشرايين والشرينات، ينقص المقاومة الوعائية المحيطية، بالتالي يهبط الضغط. يترافق استعماله مع زيادة انعكاسية في نظم القلب ونتاج القلب. يستعمل في علاج ارتفاع التوتر الشرياني معتدل الشدة. يشارك مع حاصر بيتا، ممكن مع مثل البروبرنالول، لأنه الهيدرالايزين يسبب لك تسرع قلب انعكاسي، لذلك نعطيه حاصر بيتا. ممكن نستعمله بشكل مشاركة ثلاثية. شوف المشاركة الحلوة، مقبول في ارتفاع الضغط الشرياني المحرض بالحمل. يعني الهيدرالايزين يعتبر حاليا خط أول في علاج الضغط عند الحامل، هو تغلب على الألفا ميتيل دوبا. تأثيراته الجانبية ما بدي إياها، أنا بس أخذت الهيدرالايزين. هاي الموسعات الوعائية. أنا إلى هنا يعني أنهيت كل الكلام عن الأدوية واستطباباتها بشكل رئيسي. بدي أدخل بقى بالشيء العملي. سمعانيني ما هيك يا شباب؟ عشان أنهي المحاضرة أقفلها. إيه سمعاني دكتور. يا ربي. جميع السنوات، سنة رابعة، سنة خامسة، سنة سادسة،
بدي أعطي دواء وأعطي تأثيره الجانبي وأعطي مسألة سريرية. يا ريت الكل يركز على الكلام هذا. لذلك حطيت لك خطوط عريضة الكل لازم يحفظها. لازم أعرف بعض مضادات الاستطباب لبعض الأدوية. مثلا المدرات التيازيدية ما بيصير أوصفها للمريض نقرص قصور كلية شديد نقص صوديوم. أنا بقول لك عندك مريض شاب وهي كان أحد أسئلة الدورات للسنة السادسة وعنده ارتفاع توتر شرياني، لكن هالمريض هذا كان بيراجع طبيب المفاصل كان عنده نقرس عم ياخذ أدوية النقرس مثلا كولشيكسين، ومن ضمن أدوية الضغط هيدروكلوريتيازيد حارم خط أحمر بفاقم النقرس. تلاقي هاي يعني هاي تنوصف كتير، ونشوف مرضانا عندهم يعني الإبهام متوذم كتير وعنده إصابة نقرس وساخن وألم وارتفاع عوامل التهابية في المفاصل ولسه في عندك دواء هيدروكلوريتيازيد. انتبه رجاء. مضادات الألدسترون سبيرونيلاكتون قصور كلية شديد ارتفاع بوتاسيوم مثل اسمك يا ريت. إيس أربس جملت لك إياهم كلهم حامل قصور كلية لكن قصور كلية متقدم يعني شديد، تضيق شريان كلوي ثنائي الجانب كلهم خطوط حمر، بيتا ربو حصارات عضلة قلبية. يعني من العيب إنه يكون واحد عنده ضغط وما عملت له تخطيط قلب وكان بتخطيط القلب عنده حصار درجة ثانية وعن توصف بيتا بلاكر. يعني ممكن يجينا سؤال طلاب السنة الرابعة بالتحديد عم بعطيك تخطيط فيه حصار موبتيس 2 وكان عنده ضغط ومن ضمن الضغط حيطلق بيتا بلاكر، يا ريت تنتبه. حاصرات الكلس ايضا حصارات عضلة قلبية قصور قلب خاصة دلتيازين في ربامين ما بستعملها بشكل عام. حاصرات الكلس عن مرضى قصور القلب بعد السلايد هاد الكل مثل اسمه. اثنين، هاي توصيات الجمعية العالمية بالتحديد الجمعية الأوروبية لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني لازم كلاتنا ننتبه لها. كمان أنا بدي حكيت الحكي هذا إنه الضبط الهدف لازم يكون انقباضي أقل من 140 والانبساطي أقل من 90. هذا الهدف في الظروف العادية لازم ما بتنزلي الضغط بشكل سريع، تنزلوا 20 مليمتر زبقي للانقباضي 10 للانبساطي، ما بصير تنزلوا بشكل حاد وقوي. هلا بتشوف ليه جاي. المثاليات تعتمد على العمر، يعني انا فيني اقول 130 لل 80 عند مرضى تحت 65 سنه، وايضا قلت لما يكون واحد كبير في العمر انا بقبل حتى ال 140 و 150 كمان. هالشيء حكيته في بداية السلايدات. يعني واحد عنده مريض عندك عنده عمره 70-75 سنة ضغطه 140-145 بقبل فيه قلت لا تعالجه. الاستراتيجيات في الجريد 1 إن تبديل نمط الحياة، يعني بخفف الملح، بساوي رياضة، بعالج السكري، بعالج الكلية، بعالج قصور الكلية بضبط عوامل الخطورة، تغيير نمط الحياة. شوف على الكلام اللي لازم نحطه في البال. نبدأ بالمعالجة الدوائية إذا بقي الضغط الشرياني مرتفع بعد 3 إلى 6 أشهر من الإجراءات العامة. يعني عندك جريد 1 حتى 140-150 ومريضك غيرت له نمط الحياة وراقبته 3 إلى 6 أشهر لكن ما استفاد، خلاص بنزل علاج دوائي. طبعا عمليا عم بنزل علاج دوائي مباشره، لكن بروتوكولي انك تحفظ البروتوكول هيك. طيب الاستراتيجيه، شو هي الاستراتيجيه للوصول لهدف للضغط الهدف؟ نبدا بدواء واحد، نرفع الجرعه تدريجيا حتى الوصول للجرعه العظمى قبل ان نضيف دواء ثاني. مثلا انا فيني اصف ايس كابتوبري بجرعة 25 ميلي جرام، أرفع حتى ال 75 ميلي جرام ما استجاب أبدأ بدواء آخر، أضيف دواء آخر
نضيف دواء ثاني، هذا احد البروتوكولات. في بروتوكول بيقول لك نبدا بدواء واحد ثم نضيف دواء ثاني قبل الوصول للجرعه العظمى من الدواء الاول، بروتوكول. لكن البروتوكول الافضل بصراحه وهذا عم نشوفه كتير يعني مش شاركه، نبدا بدوائين مع بعض ويفضل ان يكونا بنفس الحبه ثم نزيد الدواء جرعه بالتدريج حتى الوصول لضغط الهدف. هذا افضل بروتوكول الاخير اللي يستعمل في علاج ارتفاع التوتر الشريني. مثلا انا عندي مريض عنده ارتفاع التوتر الشريني درجه ثانيه، بوصف الزاتان من جمله الاربس وبوصف معه هيدروكلوروتيازيد بجرعه 25 او 12 ملي جرام، برفع بشكل تدريجي حتى بوصل الفالزارتان 320، واثنين والنوعين من الأدوية موجودين بحبة واحدة. هذا أفضل البروتوكول بصراحة. لكن الاستراتيجيات هي متبعة بالصير، خليك مركز دائما على الاستراتيجية الأخيرة. طبعا هذا الجريد 1 تبديل نمط الحياة إيقاف التدخين وارد الملح، أساسيات كثيرة. في عندك معالجات مثالية ما بين مثلا أدوية مفضلة مع بعض، مثلا إيس مع حاصر كيلس ممكن، مثلا بضيف خط تيازيدي بضيف إلى آخره مجموعة من العلاجات ما بيهمك كثير. حكينا الحكي هذا، مثلا العرق الأسود مين يفضل عنده؟ يفضل استعمال الإيس حاصرات الكيلس مضرات بولية عند مرضى العرق الأسود خط أسود. حواء عند عدم استعمال، يجب عدم استعمال مضادات الأنجيوتنسين عند الحوامل. انتبه، أنا برجع أكرر مشان ننتبه، يفضل دائما استعمال المشاركة الدوائية الثابتة، حكيتها اثنين مع بعض. يجب الحذر عند استعمال السبيرونولاكتون حافظة للبوتاسيوم، لازم أشوف الرشح الكبي كمان حكيناها. حاصرات بيتا شوفوا الاستطبابات، لازم أركز عليه. يفضل استعمال المشاركة بين مضاد الأنجيوتنسين والمضادات البولية في الحالات ستروك، قصور قلب، عدم تحمل حاصرات الكلس. هي أساسيات في العلاج لازم الكل ينتبه عليها، هي كلها مشاركات والمرضى الكبار في العمر. هاي بعض الجداول يعني بتقول لك مثلا مشاركة منطقية ما بين دواء ودواء، حكيناها في سياق المحاضرة كتير. طيب السلايد الأهم أيضا، في حالة معينة وفي دواء تجي كتير بالامتحان. طيب إذا كان عندك ارتفاع توتر شرياني مترافق مع مثلا ضخامة بطين أيسر، مريض عملت له إيكو في عندك ضخامة في البطين، أفضل دواء هي الإيس. عندك ارتفاع التوتر الشرياني مع مريض عنده داء كلوي مزمن، يعني بلا البومينية مجهرية، عندك داء كلوي مزمن، أفضل دواء هو الإيس والأربس. ارتفاع توتر شرياني مع خناق صدر، أفضل دواء حاصر بيتا وحاصر الكلس، حاصر الكلس النمط فيرابامي. ارتفاع توتر شرياني مع احتشاء عضلة قلبية سابق، حاصر بيتا إيس وأربس. طيب إذا كان عندي قصور قلب مدرات، حاصر بيتا إيس مضاد مثبطات الألدسترون. طيب واحد عملت له إيكو شفت عنده أم دم أبهرية، أفضل دواء حاصر بيتا. طيب واحد إذا كان عنده داء شرايين محيطية، أفضل دواء مثبط الإيس والكلس، لذلك ابتعدنا عن حاصر بيتا. طيب واحد عنده سكري، إيس أربس. طيب واحد عنده ارتفاع توتر شرياني انقباضي معزول، مدرات خاصة مسنين، مدرات وحاصر الكلس. حامل ألفا ميثيل دوبا حاصر بيتا ما عدا الأتينيلول وحاصر كلس. أسود مدرات وحاصرات الكلس. هي أفضل السلايدات المجموعة فيها كل المحاضرة اللي حكيناها. ونحن بنشيل من هالسلايد هاد وفينا نحط كثير أسئلة الدورات من هالسلايد هاد. فأنت انتبه لي على اللون الأحمر،
من الأسود للحامل ارتفاع توتر شرياني عند المسنين وداء سكري وخصور كلوي و وضخامة بطين أيسر، واختار الدواء المناسب دائما، هاي الأدوية المفضلة. بآخر سلايدين، ما هو ارتفاع الضغط الشرياني الإسعافي الإميرجنسي؟ في عندي نوعين ارتفاع التوتر الشرياني، في عندي إميرجنسي وعندي أورجنسي، إسعافي وإلحاحي. ارتفاع التوتر الشرياني الإسعافي الإميرجنسي، يعني عندك ارتفاع التوتر الشرياني أكثر. طبعا هون يعني لازم يكون الضغط الانقباضي أكثر من 150 عند مريض سليم، انبساطي أكثر من 130 عنده اختلاطات سابقة. خلينا نركز على الحكي اللي بدي أنا. ارتفاع التوتر الشرياني الإسعافي هو ارتفاع توتر شرياني من الدرجة الثالثة، يعني الانقباضي، أركز على الكلام يا، أكثر من 180، والانبساطي أكثر من 110، دون وجود أذية في الأعضاء الهدف. شو يعني أذية في الأعضاء الهدف؟ شباب؟ يعني كلي، مشكلة كلوية حكيم أو سكري؟ لا، كلي ممكن أعتبر ستروك دماغي مثلا. ستروك دماغي كمان بيلة بروتينية ممكن. بيلة بروتينية، نعم. حكيم إيش السؤال؟ شبكة العين. أيوة، نزف عيني من الأعضاء النبيلة. تمام، من الأعضاء النبيلة. أقول ارتفاع توتر شرياني إسعافي emergency، وهو هام جدا، هو ارتفاع توتر شرياني درجة ثالثة، يعني الانقباضي أكثر من 180 والانبساطي أكثر من 110، دون وجود أذية في الأعضاء الهدف. يعني ما في عندي إصابة دماغية ستروك، ما في عندي إصابة إكليلية، ما في عندي إصابة كلوية، ما في عندي إصابة وعائية محيطية، ما في عندي إصابة عينية. مريض بجاك على الإسعاف، قص الضغط وطلع ضغطه 200 انقباضي، هذا ارتفاع توتر شرياني إسعافي، يعني هذا لازم تستقبله بالإسعاف. يا عمي في عندك مشكلة في راسك؟ والله يعني ما نحس شيء. يعني لا في عنده، مثله طبقي ما عنده نزف، سويت له فحص قرار العين ما في عنده أي نزف، ما في عنده لا احتشاء ولا إصابة قلبية، ما في عنده بيلة بروتيني، ما في عنده إصابة كلوية، هذا إسعافي. يعني بتعالجه في الإسعاف بروتوكولياً 4 ساعات، تعطيه أدوية بتنزل له ضغطه، وما بتقبله في العناية القلبية 4 ساعات، هذا البروتوكول هيك بيقول. إذا هو ارتفاع توتر شرياني انقباضي أو منقباض درجة ثالثة، درجة الثالثة يعني أكثر من 180 للانقباضي وأكثر من 110 للانبساطي، لكن دون وجود أذية في الأعضاء الهدف، الأعضاء النبيلة بالتحديد. بينما ارتفاع توتر شرياني الحاحي، طبعا كيف تعالج ارتفاع توتر شرياني انقباضي بالإسعاف؟ يعني ممكن تعطيه مثلا نيتروغليسرين، نيتروبروسيد الصوديوم، ممكن تعطيه لابيتالول، ممكن تعطيه أدوية إسعافية وردية بتنزل له الضغط. لابيتالول، لايك لابيتالول من الأدوية الإسعافية الممتازة جدا. ممكن تعطيه فينيلدوبام، كمان أدوية ما استعملنا نحن. نيكارتبين موجود، هذا كمان هاي الأدوية الإسعافية من زمر حاصلات القنوات الكالسيوم، تسريب الوريدي بجرعة 5 ميلي جرام في الساعة حتى 15 ميلي جرام إسعافي. هذا ارتفاع توتر شرياني إسعافي. طيب في عند ارتفاع توتر شرياني الحاحي أورجنسي، إيش كان تعريفه؟ ارتفاع الضغط أكثر من 18 أو 20 بس من دون أذية في الأعضاء الهدف. مع عفوا، مع إذن هو ارتفاع توتر شرياني درجة ثالثة، أكثر من درجة ثالثة، يعني انقباضي أكثر من 180
والانبساطي اكثر من 110 مع نفسه ارتفاع التوتر. دكتور هو نفسه ارتفاع التوتر شو يعني الخبيث؟ الخبيث عين الله عليك. الحاحل اورجنس يعني الخبيث. اذا هو ارتفاع التوتر شو يعني درجه ثالثه يعني اكثر من 180 للانقباضي واكثر من 110 للانبساطي مع وجود اذيه في الاعضاء الهب اللي حكيناها. يعني ضغط عالي سويت الطبقي لقيت عنده نزف، هذا خبيث، هذا قبول عنايه. ضغط عالي عملت له تحليل بول طلع عنده بيلا بروتينيه، هذا عنده داء كلوي مزمن حطيته في العنايه. عنده صداع رهيب، ممكن عنده مشكله دماغيه، عنده نزف قعر العين، هذا بدك تقبله. عنده اضطرابات في نظم القلب، يعني عنده اصابه اكليليه، ممكن عنده خناق او احتشاء، هذا قبول. هذا ما تقبل، مو تحط لي اربع ساعات وعلى البيت، لا هذا بتحطه بتراقبه قبول عنايه. بينما ارتفاع التوتر السريعي اسعافي، شوف اسعافي قبلانه في الاسعاف اربع ساعات. بينما الحاحي اورجنسي يعني هذا الخبيث، اذا ارتفاع توتر شريان اكثر من درجه ثالثه يعني فوق ال 180 للانقباضي فوق ال 110 للانبساطي مع وجود اذيه في الاعضاء الهدف. نقطه انتهى، وجود اذيه في الاعضاء الهدف. طيب اجاك مريض قست له الضغط طلع عندك 200 على 120 مع وجود نزف دماغي، شو تعتبروا هاد؟ قبول عنايه. الحاحي. هذا الحاحي، مو هيك يا دبس؟ ايه دكتور الحاحي. هذا المريض يا دبس كنت منوف في المشفى وسألك الطبيب سؤال تخرج وقال لك عندك ارتفاع توتر شرياني، قلت له الحاحي، قبلته في العناية، شو بتعمل له؟ يلا يا محمد. حمود تفضل. محمد النت عنده ضعيف، تعال خبر هيك حدا يساعده. تنزيل تدريجي للضغط مشان ما يصير عندي اسكيميا. طيب شو بتنزلي الضغط يا عم؟ هو يمكن خلال فتره 24 ساعه يعني خلال هالمرحله يعني لازم تم تنزيله. تنزلي خلال 24 ساعه يمكن انه هيك بتذكر. جميل. كيف؟ مو لازم نزل 16 بس مو ب 24 ساعه. 16 انا عم اقول انه تنزيل خلال فتره 24 ساعه مشان ما عندي كمان نقص تروي يعني كتاثير جانبي. الكلام صحيح بس بدي قيمه وانا حكيتها قديش بتنزلي عملك ضغط 200 ايش قد بتنزليه بشكل تدريجي بدي قيمه بتنزليها 20 للانبساط و10 للانبساط 20 للانبساط و10 للانبساط في شي جواب احسن؟ ال 160 حكيم. ليش اخذت 160 رقم ثابت؟ حكيم 25% 180 يعني يا حكيم؟ في زميلنا بيحكي 25 في جواب صحيح هلا كان عم بيحكي؟ دكتور انا بقول 25% منزلي. تماما لما بيجيك عندك ارتفاع توتر شرياني خبيث قبول في العنايه لازم ما بتنزله اكثر من 25% من القيمه القاعديه 25% فقط. يعني عندك الانقباضي 200 بتنزله 25% فقط، انبساطي 110 بتنزله 25% من القيمه القاعديه، يعني ال 200 ما بتنزله تحت ال 170 خاصه اول اربع ساعات. حافظ على ضغط عالي، دائما بقول له حافظ لما للطبيبنا حافظ على ضغط عالي في المرحله الاولى مثل ما حكى الزميله مشان ما بصير عنده اسكيميا علامات دماغيه خطيره، لانت لما يكون عنده احتشاء دماغي ممكن يسبب له نزف دماغي بعدين. لذلك خلي الضغط عالي في المراحل الاولى والتنزيل بيكون تدريجي خلال 24 ساعه، لكن ما بتنزليها بشكل اسعافي. يعني فيما بشوف اخطاء
في المشفى، واحد ضغطه 200 أعطوه أمبولات وكذا وعلاجات، صار ضغطه 12 على البيت. شو هالتنزيل هذا؟ نزلت لي 70% من القيمة، خربت الدنيا. حافظ على، دائما حافظ على ضغط عالي في أول قبول إسعافي، خاصة أول 4 ساعات ما بتنزل أكثر من 25% من القيمة القاعدية. مريضك ضغطه 220 وصله ل 200، الله يعطيك العافية. خلال 24 ساعة إيه بنزله بشكل تدريجي، لبعد 24 ساعة بوصله للضغط الهدف. ما حد ينسى هالشيء هذا. كيف أنزله؟ عندك دوايين مشهورات، الموسعات الوعائية الانترال يعني التحديد، في عندك أدوية اللابيتالول كمان موسع وعائي، هدول أدوية موجودة بشكل وريدي. في عندك هذا الدواء مش مستعمل عنا، فينولدوبام تسريب وريدي. في عندك النيكاردين كمان موجود، هذا تسريب وريدي. هاي الأدوية. طيب إذا أنا حامل خط أول ألفا متيل دوبا، لكن الخط الجيد فأشوف الهيدرالايزين يعتبر خط أول واللابيتالول خط ثاني، لكن بصراحة اللابيتالول يعتبر خط مشهور جدا. أنا لازم أنتبه للضغط عند الحوامل مشان ما بدخل ببيلة بروتينية، مشان ما بدخل ب بالبيلة بروتينية، مشان يعني مشان ما بدخل ب نسائية إشكالية، رجاج حملي، رجاج حملي، عين الله على حالة ما قبل الإرجاج. نعم، مشان ما أدخل بإرجاج الحملي. شوفهم كمان إن مرضى السكري إيس أربس، اضطرابات الشحوم، لركز على الأدوية. هاي هي نفس الشيء، الدواء المفضل لا ربو سكري، ارتفاع الكوليسترول، انتبه لي على الأدوية اللي بتنزل الكوليسترول وترفع الكوليسترول، كبار العمر، إصابات الوعائية انتبه عليها، حامل شو أدوية الحامل، جداول كتير هامة، قصور القلب الاحتقاني شو الأدوية المفضلة، دالكليلي شو الأدوية المفضلة إلها. دائما أميز ما بين الدالكليلي والإصابات المحيطية، أركز عليها. مشكورين على حسن إصغائكم. هي محاضرتنا صحيح طويلة، لكن أنا اتقصدت للسنة الرابعة بالتحديد إن تكون محاضرة الضغط طويلة، لأنه في أدوية فيها الأدوية المشهورة للقلبية، وهن 12 صنف دوائي قلبي رح ناخدهم من هالمحاضرة هاي حتى نهاية قسم القلبية. فأنت لما بترجع إيش هو الحاصرات البيتا، ترجع على هالمحاضرة هاي، شوف الأصناف المشهورة، جرعاتها، استطبابة، مضادات استطبابة، الخيار الأول إلها تستعملها. لا شوف الإيس إيش هي الأدوية، نفس الكلام على كل الأدوية. لذلك اعتمدت أنا إنه أنزل هالمحاضرة هاي ولو كانت طويلة، لكنها هي لب الأدوية في علاج القلبية، والقلبية كلها تعتمد على الأدوية هذول المشهورات. طبعا أنا كمان محاضرة أخذت وقت طويل من عنا، والله يعطيهم طلاب السنة الثانية طب بشري، كان لهم دور كبير في مساعدتنا في إنتاج المحاضرة هاي، جدا مشكورين جماعة نبط. أتمنى أنه أكون وفقت اليوم في إنهاء قسم جيد من أدوية الضغط وأدوية القلب. طلاب السنة الخامسة طبعا الأسئلة راح تكون أسئلة دوائية وحرائق دوائية، استطباب، مضادات الاستطباب، وأسئلة قلت لكم وين التركيز عليها. طلاب السنة الرابعة المحاضرة مثل اسمك يا سيد الكريم. مشكورين. أي سؤال؟ أنا جاهز قبل ما أنهي. دكتور سؤال تفضل. دكتور قلت لنا ننزل الضغط 25% من الضغط، مثلا الضغط 200 ننزل من 25% من 200 إلا من ال 200 إلا 25% مثلا 50 بس شاهد 50 نزل 50 متر زبقي شاهد 50 25% من القيمة القاعدية، يعني مريضك ضغطه 200 بدك تنزله درجتي 4 درجات فقط من ال 200 للانقباضي ودرجتين للانبساطي، ربع القيمة يعني. حتى الرقم الـ 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 الأهم بنزل 20% من القيمة القاعدية، 20 يعني المية بنزل منها 2، المية بنزل 200 بنزل منها 4. أي سؤال آخر؟
دكتور بالنسبة للأدوية كيف رح يتم ضبط الجرعات؟ يعني نحن ما في عنا جرعات بالكتاب أو المحاضرة، وين مذكورة؟ أنا ما ذكرت لكم جرعات وما طلبتكم بالجرعات، لا ما أعطيت الجرعة. أنا أعطيت كيف رح نعالج مريض من دون ما نعرف الجرعة؟ كيف رح نعالج؟ أي سنة؟ خمسة. طيب أنا رح أبعث لكم جدول فيه كل الجرعات طلاب السنة الخامسة، فيه كل الجرعات لهالأدوية كلها يا تهد، كلها يا تهد، يعني إيس إشو فيها 50 و25 و12 ونص وبتة وخمسة واثنين ونص كلها يا تهد. إن شاء الله. السنة الرابعة عم تسمعوني ولا لا؟ إن شاء الله عم تسمعوني سنة الرابعة. إيه دكتورين. إيه هاتوا لنشوف سنة الرابعة. حكيم سؤال. سؤالين. بالنسبة لمريض ارتفاع ضغط اللي عنده حصارات، اللي هو مضاد الصفاب عنده الحاصرات بيتا وحاصرات الكلس، اش خط العلاج الأول له؟ حسب مريضه. مريض عنده حصار إيس أربس ليدرالازين مدرات، اش بدك أعطي؟ أهم شيء تبعد لي على الصنفين هذول. لا هو أنا مقصد إنه نحن راح نستخدم المدرات ضمن خط العلاج، لأن المدرات أيضا تأثر على الشوارد. أطول بقى. المدرات مضاد استطبابها المطلق حصارات العضلة القلبية؟ لا دكتور، بس هي أيضا رح تأثر على الشوارد، ممكن تعمل لنا أيضا يعني تزيد الحصار أو تطول الكيوتي أو. طيب أثرت على الشوارد، رح تأثر لك على أغلب الشوارد مين؟ إن كان صوديوم أو بوتاسيوم. صوديوم أو بوتاسيوم، صوديوم أو بوتاسيوم، بس أنت الصوديوم فيه تطول بالحصارات؟ لا، ولكن البوتاسيوم. بوتاسيوم راح تطلع تطاول كيو تي. نعم. اشهر شيء مغنيسيوم، اشهر شيء مغنيسيوم. سيدي اذا كان عندك اذا كان عندك مثلا متخوف كتير بحول على صنف ثاني، ايس بحول على صنف ثالث، عندك خيارات كتيره. تمام دكتور، يعطيك العافيه. تمام. طبعا بعتذر على إطالة المحاضرة، لكن جبالي أخذت مني الوقت طويل، ساعة ونص. مشكورين كلياتكم وإن شاء الله موفقين. الأسبوع الجاي إن شاء الله راح نشوف محمد، أنا ومحمد نتفق على محاضرة أخرى. طلاب السنة الرابعة طبعا أنا أعطيكم المحاضرة في الجامعة وأكملت المحاضرة اليوم، نشوف الخميس وراح نأخذ إن شاء الله. نهريكم نهاري. السلام عليكم. وعليكم السلام حضور.